وعلى هامش زيارته لرواندا، أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي لقاء موسعا مع أعضاء الجالية المصرية بالعاصمة الرواندية كيجالي. أكد وزير الخارجية المصري فيها على أهمية تنفيذ مقترحات وأفكار الجاليات المصرية بالخارج بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات القنصلية وتذليل كافة العقبات أمام الشركات المصرية والعاملين بها في الخارج وفقا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية. سمعة المكاتب الاستشارية المصرية وسمعة الشركات المصرية خاصة في مجال الإنشاء والبنية التحتية سمعة طيبة للغاية، وأنا لسه كان لي الشرف أن أنا تحدثت مع رئيسة تنزانيا جمهورية تنزانيا، وكان في إشادة كاملة بدور الشركات المصرية في إقامة سد عظيم في تنزانيا بأيدي المصرية وبتكنولوجيا مصرية وبتمويل مشترك مصري تنزاني، فبالتالي يعني هناك سمعة طيبة للغاية للشركات المصرية وللشركات وللمكاتب الاستشارية المصرية.